الخاصة هي شركة عباس محمد زايد جوارتي سيام. الله ربكني فوكو وربكني فرحي كيما انا الكازوتين وربكني السدر عقوبة. درنا حيز الخدمة بعض المشاريع تاع ربط السكان بغاز المدينة. نذكر انه في البرنامج تاع التكميلي تاع السيد رئيس الجمهورية فيه حوالي اكثر من 9500 سكن رايح ان شاء الله تزود بهذه المادة الحيوية. اذا اليوم لو نديروا حوصلة يعني وجيزة نقولوا انه المشروع بدا يمشي بوتيرة اللي حبيناها حنايا يعني.